واحد من نجوم نادي الزمالك، واحد من الأسماء الواعدة جدا في نادي الزمالك، واحد في كل مشاركة ليه مؤثر وعوض غيابات كثيرة جدا في نادي الزمالك، وأصبح اسم من الأسماء الكبيرة في تشكيلة الفريق، يوسف أسامة نبيه. صباح الخير، مليون مبروك، بهنيك بفوزك بالدوري مع نادي الزمالك هذا الموسم، أكيد لقب غالي جدا. مرحبا بيك يا كابتن كريم، مبروك لكل الزملكاويه، جمهور عظيم الزمالك، كل نقطه عرق بالنسبه لها في الملعب. الحمد لله انا كنت قلت في ماتش البنك الاهلي ان احنا بننافس على 3 بطولات وهناخدهم، والحمد لله قدرنا نحقق 2 كنت قاصدين منهم، وفاضل الكاسه ان شاء الله ناخدها، وافريقيا ان شاء الله السنه الجديده باذن الله. جماهير الزمالك مستنيه منكم دايما بطوله افريقيا، دايما جماهير الزمالك وانتم بتكسبوا الدوري والكاس يقول لك لا احنا عايزين بطوله افريقيا. طبعا عشان بطولة مهمة جدا وغايبة عن النادي بقالها كتير، بس ان شاء الله احنا هنعمل كل حاجة في وسعينا ان احنا نرجعها، والموضوع بيحتاج شوية مجهود. احنا لما عوزنا ان احنا نكسب الدوري في مشاكل، في كل حاجة، في اوف كريس، في عدم استقرار، وصلنا الدوري في الملعب، اللعيبة رجالة عايزة تاخد الدوري، واحنا برضو هدفنا برضو افريقيا السنة دي، وهدفنا السوبر اللي هنلعبه للسنغال والسوبر المصري اللي هنلعبه للنادي الاهلي في السوبر. احنا نادي الزمالك كل بطوله بتخش فيها لازم نكون منافس قوي فيها ولازم نلعب عليها، فان شاء الله نوري الجمهور ان احنا باذن الله هنمشي على نفس الخط وهنكسب الثلاث بطولات الجايين دول باذن الله. من اصعب الحاجات انك تشارك مع فريقك وانت جاي من مرحله عمريه اقل في ظروف في منتهى الصعوبه، اتعاملت ازاي مع الظروف ديت؟ اديت فيها ازاي؟ فريرا كان بيقول لك ايه؟ والله طبعا هو ضغط كبير جدا، بتلعب جمهور يعني مصر كلها شايفاك، انت لما بتلعب في نادي الزمالك بتعمل حاجه كويسه، جمهور بيشتكي لك، في ضغط كبير جدا، بس احنا ما حدش فكر من اللعيبه الشباب فكر فيها في ده، احنا كلنا فكرنا في حته النادي، نجيب بطوله للنادي حاجه هتفرق معانا كتير جدا، كملنا في النادي سواء كملنا او ما كملناش هتفرق معانا كتير جدا. انت شايف دلوقتي الناس يعني شايفانا ازاي، كل الشباب جابوا الدوري، طبعا مش الشباب بس، كان في دعم من الاستاذ امين مرتضى من اول ما جه اتكلم معانا كتير وحمسنا وخلانا نظهر المستوى ده، مستر فيريرا خلينا نقدر المستوى ده بنفس الثقه، اللعيبه الكبيره اللي ساندتنا ووثقت فينا ان احنا نقدر نعمل معاهم حاجه ونقدر نساعدهم، فالحمد لله احنا كنا على قد البطوله الحمد لله يعني. صحيح، زيك زي كل اللاعبين اللي هم بيسموهم بين قوسين كده ابناء عاملين او نجوم كوره كبيره، بتتعرض للضغط كده من حيث المبدا، من قبل ما حد يشوفك يقول لك لا يوسف بيلعب عشان خاطر الكابتن الكبير الكابتن اسامه نبيه، تنزل الملعب وتثبت نفسك ويبقى اسمك اسم كبير، تخطيت الظروف الصعبه دي ازاي؟ وانا متاكد ان انت زي كتير من اللاعبين تعرضوا لنفس الضغط ده. طبعا تعرضت طبعا للكلام ده، بس لو ركزت في الكلام ده مش هتلعب يعني، لو ركزت في الكلام ده هتلاقي نفسك الناس بتنتقي ضغط، انت الناس تشوفك في الملعب انت بتأدي تعمل اللي عليك، الناس هي اللي تحكم، هي اللي توصل الملعب، وانا من طبيعه اللعيبه اللي مش ببص على السوشيال ميديا كتير، لان لا قدر الله في يوم ممكن اكون مش في يومي، ممكن الناس تنتقدني، مفيش لعيب كبير على الانتقاد، فبحب دايما اركز في الملعب وادي اللي عليا واسيب الجمهور يحكم يعني. كم مره سمعت صوت الكابتن اسامه نبيه من على الدكه وبيعنفك؟ كل ماتش. كل ماتش ماسكك انت ماتشات. ماسكك انت لوحدك ماتشات، بس طبعا يعني ده حاجه طبيعيه لان ابنه بيلعب طبيعي. هو بيبص لك على السن، انت برضو مش لعيب، هو انت ابنك عايزك تطلع احسن واحد في الدنيا. صحيح، اكيد بيبقى في مشاعر خوف وقلق اكيد في وقت، والحمد لله يعني الحمد لله دي عاملين له حاجه كويسه السنه دي، ولسه بدا يعني، وان شاء الله نكمل على نفس المستوى برغم النادي طبعا ونجيب بطولات النادي كتير. يوسف أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك الشباب، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واحد من الموهوبين، واحد من الاسماء الواعده جدا، واحد من الاسماء اللي يعني مبشره اللي وارد جدا تشوفوها في منتخب مصر في المعسكر القادم مع روي فيتوريا، هو معجب بيه ومعجب بادائه، وهو قدم مباريات كبيره جدا، انه يلعب ويؤدي بهذه الروعه مكان اشرف بن شرقي في ظروف في منتهى الصعوبه، ده شيء يحسب له في سن صغير. لما بقول سن صغير ما بقولش لاعب ناشئ، ولكن هو لاعب واعد ولاعب صاعد، لاعب شاب، صحيح تاخر ظهوره مع الفريق الاول، ولكن عندما ظهر مع الفريق الاول اظهر مستوى كبير ورائع جدا.